السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في سلسلة فيديوهات فراولة الإنتاج. فيديو النهاردة يعني هنعتبره متأخر، هنعتبره بدري. انطباع خدناه من خلال الأسبوع اللي فات لما لفينا على حبيبنا المزارعين، ولقينا البعض منهم نظر للتكلفة العالية وخصوصا في الأرض السمراء، سواء ملش أو سواء لسه ما ملش أو سواء بيستعد للملش، لأن عنده فكر كويس وفكر يحترم بس مش مناسب. عشان كده حبينا نعلق عليه. إيه الفكر بتاعه؟ هو النهاردة بيقول لك يا باشمهندس أنا أرض سمراء وأرض تقيلة وأرض زي الفل وأرض عافية، فخليها تيجي براحتها، انا مفيش مشكله بالنسبه لي خالص. فليه تكلفني النهارده تقول لي حط معلقات ملوحه وحط تسميد وحط كذا وحط كذا؟ انا شويه الارض دول مجرد ما بديهم شويه ميه وبملش الملش بتاعهم الدنيا بتتحرك وبتيجي. بنقول له كلامك زي الفل، كلامك ليه كل الاحترام والتقدير. فعلا الارض السمراء بتغلبنا على ما قدر يمسك فيها من المشاكل بتاعتها، اذا كانت ملوحه بي اتش او مشاكل عفان. ففعلا تشخيصك صح، احنا لو صبرنا على الجدر على ما مسك وتملك من الارض هيتمتع بقوه الارض وتوجه زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز. بمعنى انت حضرتك النهارده ارض زي اللي احنا واقفين فيها ديت، تبارك الله الله اكبر، هو ملش وزي الفل، والنهارده الحمد لله رب العالمين العرش بتاعه من قوه الارض الظهر اللي فيه دوت هو رشه او رشتين ظهر بس. طيب والحمد وفي مشكله عنده ان قوه الارض النهارده بعد ما ملش والدفى وملش ملش فضي ابتدت عندي فسيل تجيب ورق. طيب وابتدى عندي مشكله في الحب بتاع اللي جه من اذا كان رشه او رشتين او مرشش اصلا ناس ثانيه يعني، فابتدت تظهر تزهير العمر بتاعها 60 يوم 65 يوم 55 يوم. طيب النهارده اصبح هو بيقول لك الحقني الظهر بتاعي فيه تشوهات، الشكل مش واخد السيمتريه بتاعه الثمره، جايه بكتف، جايه عريضه من فوق من الدبوس بتاعها من فوق جايه عريضه، جايه منفوخه معجره، ايا كانت التشوهات اللي فيها. فاحنا بنقول لا، الظهر كمان لسه كمان الظهر بتاعه اللي جاي فيه تشوهات مش مظبوط، مش جاي مديني ان هيديني انطباع الشكل المخروط بتاع الثمره. يبقى انا عندي مشكلتين، مشكله في الحبايه نفسها اللي عادت وكبرت معايا، ومشكله في الحبايه اللي هي مظهره. فبنقول له ما انت تعالى بقى، ما انت اعتمدت على قوه الارض. الارض صحيح لما تملش هتتوجه بالميه بتاعتك، لو الميه كترت منك هتمشي في سكه الخضار، ولو الميه قلت منك هتمشي في سكه الظهر. طب انا الظهر ده عشان يجي طبيعي ليه مقومات، ليه طلبات، ليه رش ظهر، ليه برمم البدنه، ليه كالسيوم، ليه جرعات معينه لازم الزهره تتلقاها وتاخدها عشان تديك الصرف المثالي بتاعها والشكل المثالي بتاعها. طب انت ما اديتش الحاجات دي؟ قوه الارض اديتك اللي مزاجها هي. يبقى احنا بقول لك لا، لازم تتدخل بعمليه جراحيه، لازم تظبط الرش بتاعك، رش البرمم البدنه بتاعك بمركبات محترمه، لازم تظبط رش الكالسيوم بتاعك بمركبات محترمه عشان تاخد الشكل اللي انت عايزه في الثمره بتاعتك في الزهره بتاعتك. طب التثبيت تحت الحبايه بتاعتك مش مظبوطه ليه؟ لانك ما اديتش البوتاس الكافي. هي الارض كتر خيرها من قوتها اديتك الحجم اللي قدرت تديهولك، انت ما تدخلتش فيه ووجهته. يبقى انا ببوتاس محترم بكالسيوم محترم اقدر اقوم الوضع بتاع الحب بتاعي واقدر اخد الوضع بتاعي المثالي اللي هو اديني الصنف بتاع الحبايه. يبقى احنا بنقول عشان كده بنقول ايه؟ بنقول من فضلك اتدخل فيه، ما تخليش الارض تمشي بمزاجها. النهارده اللي لسه ما ملش النهارده ومعتمد ان هو بيدي ميه وبيجيب الورق بتاعه، ما انت النهارده لو ما اتدخلتش واستعجلت، النهارده في سقعه، النهارده 20/11، لو ما اتدخلتش ان انت النهارده بتسميد ووجهت الارض بتاعتك زي ما انت عايز مع الميه بتاعتها مع قوتها، هي هتيجي براحتها بس هتيجي متاخره. طب لو دخلت علينا الساعه واتملشت وما لحقتش تاخد المجموع الخضري بتاعها، لانك ما بتسمدش للمجموع الخضري وبتكتفي تدي ميه وسايبها من قوه الارض هي اللي تجيب، هتاخد وقتها، هتيجي متاخره، مش هتاخد عرش بتاعك مظبوط زي ما هو عايز قبل الساعه ما تخش، هتضيع منك الدوره الاولانيه. يبقى خلاص الكلام اللي احنا عايزين نلخصه في الفيديو ده، بنقول ان احنا من انطباع لما لفينا عند اغلب الاراضي السمراء في الاسبوع اللي فات دوت، لقينا الفكر دوت منتشر بينهم، لقينا اللي هو بيقول لك لا انا هجيب عرش بالميه خليها تيجي براحتها خالص، تملش براحتها خالص، المصاريف غاليه، الشكاير غاليه، الكيماوي غالي، الرش غالي، ولقينا اللي هو ملش مكتفي ان هو بيحكم بالميه خالص بتاعته وتحت الملش ومش عايز يسمي البوتاس، او ماسك ايده في تسميد البوتاس، ماسك ايده في تسميد الكالسيوم، ماسك ايده في المعامله الرش الورق بتاع الظهر، عشان كده ظهرت المشاكل دي معانا. فمن اجل ذلك احنا عملنا الفيديو. يبقى انت من فضلك ايوه ارضك عافيه، ارضك قويه، بس وجه قوه الارض بالمقاومات اللي احنا قلنا عليها. ظهر يبقى انا ادي برم البدنه، ادي كالسيوم، تحجيم، ادي تثبيت بحت بميه انت اللي تقدر تحكم فيها، انت اللي تقدر تقول تدي ميه قد ايه، نص ساعه، ساعه الا ثلث، ربع ساعه، ثلث ساعه، ساعه الا ثلث ساعه. طب اصوم يومين، اصوم ثلاثه، حسب انت تقييمك للموقف بتاع ارضك. يعني الهدف من دوت ان انا النهارده في زهوة اسعار، في سوق قابل، في سوق عايز. طب انا لما الارض تيجي براحتها هيبقى ساعتها الدنيا راحه فين والدنيا جايه منين؟ انت معاك قوه ارض النهارده توجهها تستغلها ايجابي، ما تخليهاش تمشي بمزاجها وانت من مبدا التوفير وتلاقي نفسك ضيعت مميزاتك معاك. يا رب يكون الفيديو دوت يعني
يعني يكون ايجابي ونكون وفقنا فيه ونكون يعني نبهنا بالانس كده او تنبيهات او ملحوظات لحبايبنا اللي هم اشتغلوا بالفكر دوت. وبنقول يا رب لو بتابعونا من على الفيس من فضلك اعمل لايك، لو بتابعونا من يوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه. كان معكم اشرف دوت، تواصل متابعه 04 7 8 6 1 9 6. شكرا.